السلام عليكم مرحبا بكم صحه رمضانكم بونسوار بونجور هاي ويلكم مرحبا بكم في حصتكم جديده ديما معكم على ديما تي في حصه اللي نرجعوا فيها دوريا على الاخبار الاحداث الهدات والعباد اللي يشدوا اهتمامنا من دوك نوصيكم ما تلوموناش ما تزعفوش علينا اذا بان لكم شويه ناقصين ولا شفتوا شويه لي ديفو ما تلومو انا نسيه وحنا هما رانا نسيه وحنا هما رانا نحاولوا وبيان سور بطبيعه الحال النقد مسموح حنا عندنا تقدروا تنقدوا ماشي مشكل في هذا العدد الاول ديما معكم رايحين نستقبلوا نحكيوا بلوتو على مستقبل السينما في الجزائر مع نهايه السند الحكومي مع ضيفنا اللي راح يكون حاضر معنا اللي هو اسامه الراعي رايحين ايضا نحكوا على واش راه يستنى فينا اقتصاديا خلال الاشهر المقبله مع تداعيات الازمه الاوكرانيه وندخلوا في ربط مباشر مع واحد البلاد في نهايه الحصه الى حب ربي لكن قبل هذا الشيء رايحين نحكوا على ليبرتي ليبرتي بعد 30 سنه من الوجود في الصوره راكم تشاهدوا البروفيسور حامي دوشان اللي راح يدير لنا تدخل حول الازمه الاقتصاديه لكن من قبل رايحين نروحوا عند لو ريداكتور ان شيف كريم كبير من ليبرتي بعد 30 سنه من الوجود والكفاح بعد الاغتيالات الترهيب السجن من اليوم وطلع ليبرتي ما كاش باوي الجريده اليوميه اللي قدرت باش تكون من المكونات الرئيسيه للمشهد الاعلامي في الجزائر واللي واكبت الاحداث وقدمت تحاليل وفتحت اركانها لوجهات نظر البعض حتى ولو كانوا بعض منهم يعيوا الا انه لازم تكون باش نقدروا نبعدوا على احاديه التفكير. جريده ليبرتي اصدرت البارح هذا الخميس هدايا 14 افريل اخر عدد لها وتم انزال الستار على جزء من تاريخ الجزائر المعاصر. باش نقصروا في الموضوع هذا معنا عبر الزوم سيد كريم كبير رئيس تحرير بالجريده. مرحبا بك سي كريم. اهلا اهلا مرحبا بكم وسخال لبوزانفيتي. شكرا للبيت الدعوه وراك حاضر معنا اليوم. اول سؤال كيفاش راكم تحسوا روحكم اليوم نتوما كوم انسيان ممبر دو ليكيب ليبرتي؟ honnêtement c'est une grande tristesse يعني parce que ما كناش نستناو يعني une fin aussi aussi brutale de liberté parce que avec هذه الجريده يعني عندها 30 سنه depuis sa création. C'est un journal qui a un tarikh, un nizal, et il a beaucoup. Bon, c'est vrai que à un moment donné, les années 90, dans à l'époque, c'est-à-dire il y avait le clivage hadak entre éradicateur et conciliateur, donc il a été taxé de journal éradicateur, mais c'était un choix éditorial de l'époque. Donc il a accompagné un peu le projet démocratique. Il a connu, il a eu ses propres martyrs. Il a perdu quatre membres du collectif, dont deux journalistes. C'est un journal qui il a accompagné toutes les mutations, tous les événements qu'a connu l'Algérie depuis ces dernières 30 années. Il a subi des pressions, il a été suspendu, il a connu il a eu des journalistes. Ils sont en prison, dont Wahed, il est toujours actuellement en prison, Mohamed Mouloud. Récemment, on a eu Rabih Kare Chatamaraset. Actuellement, on a toujours un journaliste qui est sous contrôle judiciaire après l'entretien leader avec le PDG de Sonatra qui nous a attaqué en justice. Donc, c'était franchement très triste يعني, d'assister à la mort d'un journal qui a un tarikh avec toutes ses faiblesses ou ses insuffisances, comme toute la presse algérienne par ailleurs. Mais c'est une perte parce que c'est un espace de débat qui a donné la parole à tout le monde, qui a fait des reportages, qui a essayé de décrire l'Algérie dans toute sa complexité, ses problèmes, ses insuffisances, ses malheurs, ses douleurs, ses joies. Et c'est comme ça que Liberté a vécu. Peut-être que la décision est le propriétaire majoritaire, parce que la loi lui permet en fait. Alors justement Karim Kebir, justement vous avez dit vous y attendiez pas, c'est tombé subitement. On sait que
لو كوتيديان ليبرتي على بالنا باللي في السنوات الاخيره هذه الجريده عانات يعني وماشي هي الوحيده حتى جرائد واحده اخرى مثل الخبر والوطن عانوا من 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 مشاكل ماليه نظرا لنقص نقص العائدات في الاشهار نعاود نذكره خاصه بعد ما كان حميد قرين وزير للاتصال في هذيك الفتره هذيك وين نقص بالبزاف الاشهار العائدات الاشهاريه للجرائد من عند لي زوبيراتور ايكونوميك بريفي نوتامون تاع لا تيليفوني موبيل كي ايتي تري امبورطون كي افي ان ابورت تري امبورطون دونك كان موجود هناك يعني اشكال اقتصادي عند 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 الجريده هذه كاين مشكل يعني تاع الصحافه المكتوبه عامه الصحف كاملها في الجزائر سعر تحرى وغير يزيد عام مر عام يزيد باش يقدروا يقابلوا اقتصاديا المهمة تاعهم بصح انتوما جاتكم شغل كوم اون سوربريز كوم ان افيت سوربريز فوز اتونديه با كومون سا سفي كو فوز اتونديه با ا سيت نوفيل اون ساتوندي با باسكو ليبرتي C'est vrai, comme tu as dit, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a été impactée d'abord par indirectement par la crise du Covid, parce que les annonceurs privés qui avaient l'habitude de donner la publicité, ils ont eu des problèmes, comme à travers le monde, c'est-à-dire toutes les entreprises ont connu des difficultés. Donc les annonceurs, ils ont réduit leur budget publicitaire, c'est tout à fait normal qu'ils s'est impacté. On n'a pas la publicité publique depuis très longtemps, mais ce qu'il y a, c'est que Liberté, c'est une entreprise qui est viable sur le plan économique. Malgré qu'on a connu ces deux dernières années, le solde négatif, pour des raisons, parce qu'on a fait un plan social, on a réduit les effectifs, on a réduit par exemple le tirage, on a lancé à nouveau, c'est-à-dire un site. Le site, mais en même temps, ce que les gens ne savent pas, c'est que Liberté, depuis qu'il a eu ses bénéfices depuis 92, le propriétaire n'a jamais pris un sou de ce journal. Donc les bénéfices ont été réinjectés dans l'achat d'actions dans deux autres entreprises. Donc Liberté avait des bénéfices. Il a de l'argent. Il a de l'argent pour fonctionner, pour continuer. C'est vrai qu'il m'a raconté la presse écrite. Elle est en crise à travers le monde, donc il nous faut cette transition vers le numérique, mais les conditions dans le pays, parce qu'on a tendance à comparer l'Algérie à ce qui se fait en Europe, mais en vérité ce sont des expériences différentes, d'abord pour plein de raisons, parce que Indna, moi je pense, en tout cas c'est un avis personnel, je considère qu'il y a toujours de la place pour un excellent titre ou deux titres de presse écrite. Qui doit soutenir un site électronique. Mais la presse écrite, parce que nous avons une génération qui n'est pas encore versée totalement dans le numérique, même la nouvelle génération, les jeunes, en tout cas c'est un constat personnel, c'est pas des gens réellement qui lisent la presse, mais c'est beaucoup plus qui sont versés sur les réseaux sociaux, à travers les vidéos, à travers... mais sans plus. Mais pour lire la presse, je ne pense qu'ils ne lisent pas les journaux, mis à part bien sûr les initiés ou là ceux qui s'intéressent. Donc sur le plan économique, Liberté n'est pas tout à fait dans une situation désastreuse. C'est pour ça que je vous dis que nous peinons à comprendre les raisons effectives qui ont conduit son propriétaire à le fermer définitivement. Alors juste... il n'a même pas été la chance à ce qu'il soit racheté par d'autres ou là qu'il ne lui cède. C'est pas ce qu'il a. C'est pas ce qu'il a déclaré dans les colonnes du même journal lors du dernier numéro. Dans le petit encadré, il expliquait que de toute manière, l'entreprise était vouée à la crise économique, même s'il y a un sursis en ce moment. Il a aussi expliqué sa volonté de vouloir un petit peu se mettre à la retraite et la volonté de ses successeurs à ne pas avoir à gérer une entreprise médiatique pour se concentrer uniquement sur le cœur du holding qui est l'industrie agroalimentaire. Et aussi, nous avons appris
qu'il a proposé le quotidien à la vente, mais la vente n'a jamais eu lieu. Et ça, on l'a appris, je pense, dans cet article-là. Vous avez eu vent d'une opération de vente du journal ou pas? Vous, Oui, autant bien que travail? sûr. Oui? Écoutez, juste une précision par rapport à ce que vous disiez sur son communiqué. Oui. Je crois qu'il a dit justement quoi, c'est-à-dire sur le plan économique, il y a des problèmes, et c'est normal. Je pense qu'il peut pas justifier autrement sa décision, mais en même temps, il le dit, il le précise, il dit que ses successeurs. C'est une demande légitime, ils ne veulent pas Oui. s'encombrer. Ça veut dire qu'il y a des problèmes politiques. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils considèrent que ce journal a suffisamment. En tout cas, je présume qu'ils considèrent ou on leur a dit que le journal vous cause des problèmes dans vos affaires, donc il vaut mieux s'en séparer. Concernant la vente, effectivement, il y avait. Au mois de juillet, donc il y avait soi-disant, il devait s'entendre sur une vente par échéance avec celui qui était jusque-là le directeur, le DP, M. Abdoulaye Doutert. Mais apparemment, l'opération n'a pas marché. Alors, pour quelles raisons, honnêtement, j'ignore tous les détails, mais pour Abrousse, il pense que finalement, il n'y avait pas réellement une réelle volonté de le vendre. Donc, c'était juste une opération peut-être de diversion, le temps réellement de mettre de l'ordre dans ses affaires, comme il le dit dans le communiqué, et pour se délaisser définitivement du titre. Vous n'avez pas, vous, tenté, autant collectif de journalistes, de reprendre l'entreprise? Si, on a proposé, c'est ce nous avons proposé justement. On aurait souhaité qu'il nous cède justement le titre, puisqu'à partir du moment que le propriétaire considère que le journal cause des problèmes à ses affaires, donc on souhaitait qu'il nous cède, mais lui visiblement, n'a pas l'intention ni de céder, ni de le vendre. Donc il voulait à ce qu'il l'élimine complètement. Du champ médiatique. Qui voulait l'éliminer? Le Le propriétaire. propriétaire, D'accord. Issa Adrabna, parce que c'est D'accord. lui le propriétaire majoritaire D'accord. et la loi lui permet. Donc, on ne peut pas faire autrement à partir du moment où lui a refusé ni de céder ni de vendre. Alors, الأسئلة اللي نطرحوها تاني اللي تطرح وحدها هي ما مصير العمال الآن بعد الغلق هدايا العمال من صحفيين بطبيعة الحال لكن كاين أيضا عمال واحد أخرين جماعة لا بي أو لي شوفور تو البيرسونيل يا توت اون إيكيب ديغيير أن جورنال يا باك لي جورناليست فو لو سافي تخي بيان سي با موا كي في فو لابراندر فو أفي دي زاني دو ميتيي ديغيير فو ألوغ جوستومون لي ترافايور كيس كون لور بروبوز يي بارت أفيك كوا يي Écoutez, بارت أفيك ريان. non, nous avons justement, ce qui est bien, c'est qu'à Liberté, on est tout de même un peu organisé, donc on a un collectif, donc on avait désigné des délégués qui ont négocié avec les représentants de l'actionnaire majoritaire. Comme je vous l'ai dit, donc, pour la cessation ou pour la vente et tout ça, chose qui n'a pas pu être refusée. Donc, ce qui nous restait, c'est uniquement de négocier le départ et le redéploiement des employés. Donc, il y avait un accord qui a été trouvé avec les représentants de l'actionnaire majoritaire. Donc, il y aura sur l'ensemble des employés. Donc, il y avait un accord qui a été trouvé pour indemniser les employés en fonction de leur ancienneté. Donc, ça va jusqu'à 28 mois de salaire. Pour les plus anciens, en tout cas. Et puis, pour ceux qui sont. Il y a une partie, les cadres qui peuvent bénéficier de la retraite anticipée. Donc, c'est la loi qui leur permet, en tout cas, de demander d'aller en retraite anticipée, plus 10 mois de salaire. Donc, ils peuvent bénéficier de la retraite anticipée s'ils répondent aux critères, c'est 10 mois de salaire. Pour l'autre personnel, il y a donc le représentant de l'actionnaire, il a notamment pour les agents de sécurité, les chauffeurs, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas où aller, ils ont des familles, il y a ceux qui ont des prêts bancaires et tout.
Donc, il y a un accord, du moins pour les chauffeurs, pour leur céder les voitures du parc avec lesquelles ils peuvent travailler éventuellement, ou bien il leur a proposé de se reconvertir pour qu'ils travaillent au groupe. Moi, concernant les journalistes, bon, honnêtement, je ne sais pas chacun de nous qu'est-ce qu'il a l'intention de faire, comment il envisage se redéployer prochainement, mais il n'est pas exclu à ce qu'on se retrouve pour essayer d'envisager peut-être de relancer le projet autrement, peut-être créer un site ou un journal, je ne sais pas, mais pour le moment, mais ça marche bien. الوغ كي بدينا الحصه قلنا باللي ذكرنا باللي من بين الصحفيين تاع الجريده في 30 سنه كاين اللي مدوا حياتهم من اجل هذه المهنه هذه ومن اجل الديمقراطيه، ولحد الان كاين زملاء تاعكم اللي دخلوا للحبس، كاين اللي راهم حاليا في الحبس، كاين كاغاش اللي كان في الحبس وخرج الله الحمد لله، كاين زميل تاعكم راه في الحبس حاليا وزميل واحد اخر متابع قضائيا. دونك يا دو كوليغ افو كي لان دو اكتوالمون ايت امبريزوني، لو دوزيام اي سو الكو دون بورسويت جوديسيير سويت ا انترفيو دو باترون دو لا سوناتراك دو بي دي جي دو لا سوناتراك. اوجوردي بور سي دو كا بارتيكوليرمون كومون سا فا سي باسي بويسكو لونتربريز ليبرتي نيكزيست بلو. Justement, c'est ça le plus grand drame, justement, c'est de voir quelqu'un qui a été en prison et quand il sort, il va trouver que son entreprise a disparu. C'est un cas terrible. Mais je ne sais pas, honnêtement, pour être franc avec vous, mais les Balich, ce qui a été décidé pour son cas, parce que c'est un cas particulier quand même. D'abord, déjà depuis qu'il est en prison, quand même, mine de rien, depuis le 14 septembre, ça fait, si on compte bien, ben, 7 mois qu'il est en prison. Donc, et puis, il y a le cas de celui qui est sous contrôle judiciaire, auquel cas, bon, je crois avoir entendu que parmi les négociateurs, ils ont posé cette problématique à l'actionnaire majoritaire, du moins pour payer les frais des avocats. Mais logiquement, eux aussi doivent bénéficier des indemnités, comme tout le monde. Non seulement les indemnités, mais aussi, comme vous venez de le dire, hein, les frais d'avocat, les frais de justice, et ainsi de suite, puisqu'ils étaient protégés par une entreprise médiatique dans Absolument, l'exercice de leur fonction. absolument. Ça a été posé en tout cas, mais je suppose qu'il a accepté. Merci Karim Kebir d'avoir participé à cette première émission et nous avoir plus ou moins donné quelques réponses et éclairé un petit peu aussi notre lanterne sur la fermeture de ce grand quotidien algérien, Liberté. Liberté Makanch, ça y est, classe, maintenant on pourra le dire. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord je vous remercie de m'avoir invité, de me permettre un peu de donner, comme vous l'avez dit, quelques petits éclairages. Ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà de notre petite personne, la disparition de Liberté, c'est la disparition d'un espace, en fait. D'un espace de débat, d'échange. D'un espace de production d'idées, de réflexion. Parce que si vous avez remarqué ces dernières années, quand même, Liberté s'est ouvert à énormément d'intellectuels algériens qui ont pu s'exprimer, des sociologues, des chercheurs en histoire, des écrivains, en tout cas, tout ce que peut compter l'Algérie comme élite, s'ils avaient l'intention de donner leur point de vue. Et ça, c'est un espace quand même qu'on perd. Et en même temps, ça donne une idée que aujourd'hui, que le combat pour la liberté de la presse et la liberté d'expression n'est pas l'apanage des journalistes, mais c'est l'affaire de toute la société. Parce que vous avez vu ces dernières années tout de même que même les gens qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux ont eu des difficultés, ont connu des déboires à la justice. Donc je crois que c'est un combat de toute la société algérienne et le combat ne fait que commencer parce qu'on traverse une période assez difficile. Merci beaucoup Karim Kibir pour votre participation et pour tout ce rappel de faits et ces éclairages sur la situation. Merci encore une fois. Je vous Merci, bah ça saha ftourek, saha siyamek ou saha ftourek. Et Au Aïcha, plaisir, merci à Inch'Allah. la fin. Bonne route. Merci. À la fin. Salama. Au revoir. Et comme كما قال الآن كريم كبير، حقيقة اليوم غلق جريدة مثل جريدة ليبرتي يعني مثل هاجس آخر أمام تطور
حرية التعبير في الجزائر، وكما ذكر كريم هناك العديد من المناضلين اللي راهم اليوم في الحبس، راهن الحبس المؤقت ولا تم الإدانة تاعهم على جال دي ستاتيو فيسبوك، دي ستاتيو فيسبوك هم يلقاو روحهم اليوم في الحبس ومتهمين بالتيروريزم. ميرانا تقريبا نصفنا شهر رمضان، شهر التوبة والعبادة من جهة صحيح، وشهر المصروف تاني كام جهة واحدة أخرى، إلا أنه هذا العام العالم كله راهو يعيش أزمة المواد الاستهلاكية، مام في أوروبا الزيت ما كانش في سوبر مارشي، كيما راهي رايحة من الأرجح أنه الحكاية راح تطول باش نحاولوا نفهموا وعلاش كيفاش وش راح يصرى. يلتحق بنا الدكتور والأستاذ الجامعي محمد حميدوش. مرحبا بك دكتور، أهلا. مرحبا بك وميرسي بور لافيتاسيون، وتحية لك وللمحامين وكذلك. شكرا للبيت الدعوة تاعنا أستاذ وراك حاضر معنا. إذن في ظل الأزمات والتوترات الدولية الحالية الناتجة عن الصراع في أوكرانيا، ماذا ينتظر الجزائر على الصعيد الاقتصادي والمالي خلال الأشهر القادمة؟ صديق الصعيد المالي أستاذ، وكان من فضلك برك تقرب الميكرو تاعك خاطر ماش نسمعوا فيك مليح. تسمى هو في الحقيقة السؤال تاعك فيه جانب الصعيد المالي وفيه جانب اخر اللي هو الصعيد الاقتصادي، لا بارتي فينانسيير ولا بارتي اكونومي. في الجانب المالي يعني الاشكال تاع الحلول تاعنا هنا سيكو يعني نلخص او ريزيوم البروبليم تاعنا في ميريزير في الاحتياطات بالعمله الصعبه، وفي اعتقادي ان هذا هو الخطا في الجزائر، لان مع تعبر دائما يعني كان الريزيرف ديال 200 مليار دولار والان يتكلموا على 450 مليار دولار، وبالتالي دونك لا جيستيون تاعنا دي ديسيزيون بوليتيك قرارات سياسيه يعني نتائج يعني في الاقتصاد اثر بالمال مرتبطه بهذا الوضع. وانا نظن لحد الان رانا عايشين في واحد الهوبي، وهذا الهوبي اللي نتخلصوا منه. لماذا؟ لان يعني راني اكثر من 19 سنه وانا متاكد ان عندك 200 ولا 30 مليار دولار، يعني ماهوش هذا هو الاقتصاد، ماهوش هذا هو المستقبل. 40 مليار ولا 200 مليار يعني في الاقتصاد، يقول لك هذه عندك 12 شهر تاع استيراد، واحد يقول لك عندك 24 شهر تاع استيراد، معناها ان لا فينونس الماليه تاع الجزائر لخصناها في هذا المجال. وهو يعني الان لا هو الان سور لو بلان استراتيجيك اللي يفضلي كون ناسور لافونير تاعنا. لافونير تاعنا لما كان عندنا 200 مليار كنا يعني نتاكد ونزيد نتاكد ونتاكدوا اللي يا ودي فلانور بون سونترال لي ريزيرف بين 70 75% من الاحتياطات اللي تكون ذهب. دونك الله يعيشك يعني بليس دو يعني بليس دو كابسون فودري كو نروح نشرو ذهب باسكو لا سول غارونتي اللي عندنا في لافونير سي ايلان كوكو. الوغ اتيتر ديكزومبل لي شينوا بون على بالك ليزاكور تاع بريتن ويل ساعه 1945 او صادير اون ديسيدي باللي الدولار هي لا مون انترناسيونال، و اون صادير لا كونتر بارتي تاعها سي تي امريكان سوري باللي لو دولار في لا ريمي كي بارونس او اي سي لا بانك لا ريزيرف فيدرال هي اللي تعطيك اون كا وين اون فو شانجي لو دولار كونتر دو. Et à cette période-là, les Américains avaient autour de 7 000 tonnes d'or. Donc, on assurait le commerce international de poids. Bon, en la période de 1973, les Américains ils ont dépensé beaucoup, donc ils avaient émis à peu près de 7 000 dollars, parce qu'il y a donc un peu de l'argent, pas la capacité de chaque dollar. Donc, ils se sont dépensés, il y a trop de dollars. Maintenant, il faudrait voir la contrepartie. Alors, les Russes, ils n'arrivent pas à acheter le dollar.
pour assurer un gouvernement mondial. Les Chinois, maintenant, ils arrivent à l'équivalent de plus de 6 000 tonnes. On voit les Chinois maintenant en plus d'achat d'armes. Alors, vous le savez, les armes du vide, les Chinois, ils étaient interdits d'acheter de l'or. Hein. Maintenant, il y a des grands boulevards européens, même les mètres d'or, les pièces. Et maintenant, les Chinois, ils ont cet or. Et ça veut dire maintenant, ils peuvent assurer le migratoire, ça veut dire le côté asiatique. Le yuan, il est devenu une monnaie. Donc maintenant, l'euro est devenu une monnaie. Maintenant, on a fait une nouvelle ordre mondiale, mais on a fait une ordre mondiale unipolaire. Maintenant, on a fait une unipolaire. Notre place, on peut assurer notre place, sauf si on a une marge de manœuvre. Sauf si on a assez de réserves. Donc, par exemple, on a fait une maliya, mais on a assez de place stratégique. كبير خمو صدر ماليا خمو كما الجوزاء شحال عندي في الكفاي شحال نصرف شحال قالي ومن هذا الخوف هذه وصلنا وين صدر سوبرمون ايكونوميك انا عايش في الفارسي دونك ما تقدرش تشري الكراسه ما قوانين ماشي مش قوي ما تشريش مش هذه خايفين من لابوليس الور كو نو دونك نعاود جنس نسم جنس نسم جنس نسم هذا المنبر Notre seule sécurité, c'est les réserves en or. Alors, si on avait, avec les 200 milliards de dollars, si on avait 60 ou 70% de réserves, vous savez, on les a mis en lingots d'or. Plus de 180 milliards de dollars en or. 180 milliards de dollars en or, on libère l'économie interne, on libère les banques publiques ou les privées. معناتها هذا اللي تولي كاين لانجينيري فرونسيير الهندسه الماليه سا فو با دير بلي غادوا سور لو بلان ايكونوميك اللي تكون عندك دراهم بور فير فونكسيوني ليكونومي معناتها يبغى هاد انتيليجون بور فير فونكسيوني ليكونومي تاعك الوغ سا فو دير كو ليكونومي تاعك كيل فونكسيون سور لو بلان ديفيز سوف سي اون فو في كونفيونس دونك ميتنون سور لو بلان مونديال اون كومونس ا دوتي دو لورو اون كومونس ا دوتي دو دولار Maintenant, il y a le BRICS qui s'est réuni, le Brésil, la Russie, Chine, l'Afrique du Sud, comment ils vont travailler ensemble. Et le SWIFT, comment il faut le remplacer sur le plan financier. Rana Arfim Benir Ouassa, ils ont un système, les Chinois, ils ont un système. Maintenant, les Russes commencent à vendre au roupie l'Inde. Donc, maintenant, il y a tout un changement sur le plan. يعني في المتجر بالي الآن راه كاين يعني التغير ماهوش تدريجي ولا تغير جذري صافي شوفمون راديكال الوغ ميتنون سو لو بلون فيرونسي سوا يفودري كون سادابت اي بور سادابتي لا بريميير دي شوز ودوز لا دوزيام دي شوز كيس كي نوز امبيش دو سو ليبيري دو دولار ولا داشتي دي يوان داشتي دو لا روبل روس ميم دو روبي Et être, c'est-à-dire ne pas être le dernier d'être en face qui aide le système financier international. Hada sur le plan, hada sur le plan, sur le plan, le mali. L'un sur le plan, l'économique, c'est-à-dire le plan, le mali, c'est-à-dire en base sur la croissance interne, le nouveau interne. راح مبني على سبي بازي سور لا ديفونس دو ليتا وهذا الموديل هذا تاع لا ديفونس دو ليتا ستادير اللي فريمون سيكليك معناتها دوري بزاف وهذا لو سيكليك هذا تاعو معناتها باللي فوتو اون بيريود مليحه نقولوا 3 4 5 كونس سون كي يكون ديفيس كي يكون ديفيس بارد كي يكون بترول ليه بصح غير نخرجوا من هذا لو سيكل هذا معناتها باللي ندخلوا ان صدير ديريكتومون سون صدير كيف كو سوا لي زيفور كيف كو سوا لي زيفور كيف ندخلوا في لو بروبليم تاع لا ريسيسيون ونبقاو في بيدجي ما كانش دي بروبليم في لي سيكتور دي بروبليم في لي بروبليم الى اخره دونك اون رياليتي هاد لو موديل دو كرواسونس ولا لو موديل ايكونوميك ولا النموذج الاقتصادي اللي رانا عايشين بين باللي الحدود نتاعو سي ليميت Les limites internes, c'est que même qu'il y a une période de chien, qui peut être chien, 140 ou 150 dollars, c'est-à-dire la croissance interne va être de 4-5%.
Alors que nous avons vu en Afrique, la croissance des Africains, dans le cadre des périodes de Corona, il y a 6-7%, qu'un des pays africains, il y a deux chiffres de la croissance. Donc, le modèle, il faudrait le revoir. Et ça veut dire, lorsqu'on le revoit, on hésite, parce que je trouve un peu bizarre qu'il mette le mot, qu'une loi de finances, elle a 200 articles. Quel article, ma handouche les exposés des motifs, ma handouche les calculs, ou à titre, ça veut dire, ma cache les prévisions, ma handouche n'est pas un géré, ça veut dire, un moram, mais il fiche une loi de finances complémentaire, c'est-à-dire, il y a la gestion, le court terme, il faut, sur le plan économique, il faut que nous pensons l'économie à l'échelle mondiale. Il y a qu'à partir de l'économie à l'échelle mondiale, ma handouche من الجيت على راسك تبقى تفكر صديق تفكر 44 مليون دي كونسوماتور نو حطوا لالجيري سور لو بلان مونديال كاين 7 مليار 7 مليار معناتها باللي من ضروري نبداو نفكروا ليكونومي تاعنا كومون ان سو بلاس في هذه 7 مليار اي جو بونس لي ريشيس اللي عندنا ديجا ناتورال اي بوف نو بيرميتر دو نو بلاسي يعني باش ما les 50 pays les premiers, en attendant qu'on améliore notre compétitivité. Donc, en résumé, sur le plan financier, on a la baisse parce que les prévisions du pétrole, ça dire le chiffre, même si les gens sont sceptiques, le pétrole coûte 1000 dollars, pétrole bas, donc sur le plan financier, tout va. On a des points sur le plan financier, tout va. Donc sur le plan économique, c'est-à-dire, on a de la croissance qui est tirée par le développement, tout va. Mais il faudrait, je pense, faire des réformes, des changements. Mais le mot, c'est qu'on a l'idée qu'on a l'idée ou le tawakwa ou le sual, c'est-à-dire sur le plan dynamique, c'est-à-dire le passé. À court terme, في العام لا باس ونقولوا فيه تحسن الان على المدى المتوسط كذلك الامور فيها تحسن لماذا لان هذا لو سيكل هذا خاطر ما تسمات هذا البترول هذا لو سيكل هذا صادير سور لو كور تيرم سور لو كور تيرم فيه تحسن دو زون تروا زون معناتها باللي فو ساتوندر في هذه لا كريز جيوبوليتيك اللي رايحه ما تخلاش باسكو انا هنا هذا بون مانيش اكسبيرت ميليتير ولا مي جو بونس باللي مور لوكران يجي من بعد اون فوا كو تو موند اون كونفونس بعد يجي ليستوار تاع نيبال لي ديسيزيون لي كونتر ديسيزيون تاع لي بيي اوروبيان كو جابروف با باسكو لو جابرو تي دي لي اوروبيان دي زيت كومو اي ريفليشيس باسكو سو تي لي بال دون دون لو معناتها انت باغ اكزومبل لي زالمون كي ديبون دو بترول ولا دو غاز روس يقول لك اون فا بلو امبورت معناتها باللي اون كريز في كريز في التوستيال alimentaire ou des crises qui vont causer c'est-à-dire des crises économiques par exemple les États-Unis oui maintenant les États-Unis font 7-8% de la croissance mais maintenant on a un chiffre des taux d'intérêt à court terme des taux d'intérêt à long terme peut-être le taux il s'inverse maintenant donc on s'attend à une crise prochaine des États-Unis maintenant هذا في التري موان تيرم مي بصح لو لون تيرم كي نشوفوا 10 ans سور 10 ans معناتها باللي يا ودي دو موند رايح بروبليم دو بوف ولا دو بترول حنا لي زالجيريان في هذا البريود يفضري سو ماتراك سور دو ترافاي نديرو بلوس ديكسبلوراسيون بلوس دانفستيسمون نرجعوا للكونت تاعنا اللي عندنا في نوتا كليون اي اون اميليور لي ريفيو دو تاعنا و لو سي بوليتيك اللي صرا الو كان كل ما شدت انتباهي هو انه عندنا موديل وين ليتا هو اللي ينفيستي هو اللي يخرج يخلق لا كرواسونس مؤخرا رئيس عبد المجيد تبون اتخذ قرارات واجراءات من بينها منحه بطاله ب 13000 دينار جزائري والرفع مؤخرا الرفع في هامش الربح لمصنعي وناقلي الحليب المدعم سؤال تاعي منين راح نجيبوا دراهم باش نكوفريو هاد لي ديبونس هادوما شوف صدير
ندفع البقالين ولا نكون تكون الفكره فالوتيونس كاين بما يسمى كاين سكون ابل لي زوبيراسيون بور بيدجي دونك سي دي غران سون مديورين في سادير او كور دو لاني سي معناتها اذا كانت كل فقط اللي تكون اون ديبونس امبريفي ولا نعطيك مثال باغ اكزومبل مثال الجزائر تمضي عقد اتفاق مع بنك دولي ولا اي مؤسسه ماليه باش نديروا مشروع كاين طرف مثال عمله صعبه يحطوا هذا الممول المالي والدينار اللي تحطوا الجزائر فهنا ما نبقاوش نقولوا هذه تسمى قانون ماليه تاع العام الجاري لا اذا كاين ميزانيه مختصه تسمى بعمليه خارج الميزانيه وهذه العمليه خارج الميزانيه تمكن من تدار النفقات بشرط انها سيتي هاد مرسوم تنفيذي سميه وزير دونك معنى هذا اللي سيتي ناطق سي لا باز تاع انفيرمون بالشابيتر الشابيتر يعني باش الناس تفهم تحويل مالي من فقره لفقره يمكن ان تتم هذا الـ هذا الـ هذا النفقه اما بالنسبه للحليب ولا اخره هنا معناتها هنا سي القضيه راهي ايكونوميك القضيه تاع بريفي البريفي دروك الان يزيد في الهامش ولا ينقص في الهامش هذه تخصه بينه وبين المستهلك تاع اقل الدوله ولا النفقات ولا الوزاره الماليه ولا الخزينه انا في اعتقادي الحليب هذا والزيت هذا والدقيق هذا هذو علاه فيهم دي بروبليم ويبقاو دي بروبليم صدير هذو لماذا لان اون فيكس لو وفي الاقتصاد لما تحدد السعر راك انت تصلح حسب نعطيك انا مثال بالك لا تشفع في الثمانينات كان لي بري كانوا ادمينستري هم الاداره كان بيجي سوق لا احنا نعطيك اكزومبل كوموندور ما يصحلكش كاين اشياء كثيره اللي ما تصحلكش لماذا لان كاين هذا السعر الاداري وكاين سعر السوق سعر السوق تسمى واش معناه معناه باللي كل يوم السلعه صافي كاين عرض نفترضوا نحطوا لي كونتيس باللي العرض هذا سكي برودوي لي كونستون بصح لا دوموند تطلع وتزيد تطلع وتهبط دونك انت في غير رمضان لي زارجيان ديال ايراسيونيل في لا كونسوماسيون كاين سير كونسوماسيون تزيد دونك معناتها باللي لا دوموند رايحه تزيد كيما فار اكزومبل ثاني حتى الماء كما مثال في الصيف كاين سي كونسوماسيون دونك هاد لا بيريود هاد تاع سي كونسوماسيون معناه باللي اللي يهبط من هاد لا سي كونسوماسيون سي لو بري معناه فار اكزومبل اذا كان من جو 100 ريال تاع حليب كان تكفي مليون مواطن لان السعر نقولوا ماهوش محدد ولا معناتها باللي مثال بالجزائر يشرب لي 3 في النهار لما السعر يدير سعر السوق نقولوا يدير 60 ولا 70 دينار الان دروك لما يجي ظرف غير عادي الناس تولي تسير كونسومي دونك شكون يدير لك سي لو بري لو بري باغ اكزومبل يطلع 60 ولا 70 دينار اللي يقدر يشري ليتر يقدر يشري ليتر والاخر اللي ما يقدرش يشري نص ليتر 40 ليتر وهذه هي اللي تخلينا يكون ليكيليبر ما بين لوف ولا دوموند عرض وطلب بصح انت كي دير ان بريفيكس معناتها باللي هاد الزياده في الطالب غادي تسمع مارشي بارالال وهذا لو مارشي بارالال صراحه ما تقدرش تدير ماهوش الحل نتاعو دير له قانون ودير البوليسيه والعسكر ولا مانيش عارف لا الحل نتاعو مادام سي بروبليم ايكونوميك يعني مشكل اقتصادي الحل نتاعو الاقتصاد اذا في اعتقادي ان هذا الثلث مواد هذا اللي طوا لي برودوي اللي قلناهم بما فيه ليسونس يعني تاع البيرون والماء يعني هذو اللي نرفعوا بون ما نقولوا الدعم ولكن اذا نخلوا السعر لحد السوق وفي اعتقادي ان الفكره اللي طرحتها الحكومه تاع رفع الدعم يعني اذا نروحوا رفع الدعم والمشكله ان الحكومه ما عطاوش الطريقه كيف نديروا رفع الدعم هنا اذا كان سمح شوقي في هذا المجال معناتها باش نتهناو من هذه المشاكل ونقدروا نروحوا نيغوسي دوك مع الاو ام سي وليزاكور مع الاو ام سي ونبداو نخمو على شي بلانيتير في اعتقادي ان نروح لهذا الطرح هذا اقرب وقت ممكن الان اما تكون كاينه خطه ولا في اعتقادي ما مش عارفين لان ولا فيها البرلمان اللي كاين ديال لجنة والحكومه اللي تدرس الى اخره في اعتقادي اذا كان حد سهل على رواحنا ندو لو موديل ايراني لو موديل ايراني لا يتي براغماتيك رفع الدعم في وقت نجا دون 2019 وفي هذيك لا بيريود كاس كي زون دي سي دي سي راني قال لك ودي اولو عارفوا شنو باش يقول لك بلا شاك سيتوان شاك ايراني قال دروا لهاد لا سيفونس دونك لا ايتي ريبارتي بار ميناج عندها كل اسره ها هو حقها
Et les prises ont été, libéralisées. Donc, 1 million d'Iraniens, ils ont eu droit à la. Et puis, à partir de 2014-2015, ils ont commencé à. Ça veut dire une caisse très simple. Ils ont commencé à assurer la liste. Il y a eu 14-15. دمنا حول الناس الأغنياء المقاولين إلى آخره، والآن يعني إيران بالنسبة لهذه الأسعار المدعمة يعني أصبحت في 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 بيت النظر. إذا نعود نرجع لهذا الطريقة، يعني أنا في اعتقادي الحل هو أن نكون براغماتيين ونحطوا الجزائر مش حطوا ما نحطوهاش نقطة في العالم، ولكن نحطوها بالمساحة نتاعها، بالرجال نتاعها، بالقوة نتاعها، بالمثقفين نتاعها، بالفلاحين نتاعها، بالطاقات نتاعها، نحطوها في العالم. أنا في اعتقادي أن إذا كان بدينا نفكر هذا التفكير الاستراتيجي، اعتقادي أنا راني نقول لك نزيد الحاجة نقول لك أن صديق الدولة نهتم بالفعالية التنافسية على الجزائر. أنا يعني أكيد يعني في المرحلة الأولى انطلاقي يعني الانطلاقة نتاعنا معناها نكونوا في 50 دوله الاولى اللي تنافس على الدوله. الشيء الثاني يعني سابق لما قلت لك سيون شونج دو موديل دو كونسونس معناتها ما نقولوش نتكلموا على زوج لان دوك النمو يعني عندنا الان نبقاو نستناو البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي هو اللي يعطينا لي بريفيزيون تاع لي كرواسونس اي اون لي كومبار مع واش تعطينا وزاره الماليه في لي بريفيزيون تاعها. اعتقادي الان اذا كان استغير الروح لهذا النموذج موديل دو كرواسونس نبدا نتكلموا على زوج ارقام تاع النمو يعني مثل ما هو حال كورونا صار اللي فيها. دكتور محمد حميد وجعل التدخل تاعك، شكرا على هاد الاضاءات اللي قدمتهم لنا. صحه رمضانك، تلاقاو ساعه الخير ان شاء الله. صحه صيامك. اوكي ما انا ربي يتقبل ان شاء الله الصيام الشهير. تحياتنا وشكرا لك. شكرا لك، à la prochaine ان شاء الله. ميرسي encore une fois. نبقاو دائما في حصتكم ديما معكم، والان نمروا الى الاخبار الثقافيه. مالغري ماناش بعد عن النكبات الاقتصاديه والماليه، لخاطر ما قاستش غير الزيت والسكر والحليب. منذ 31 ديسمبر الماضي السينما الجزائريه ايضا فقدت الدعم ولا تقفى بلا يدين، وهذا بعد ما تم غلق صندوق الدعم في داتيك في اطار قانون الماليه 2021. طبعا المحترفين وعدد من المفكرين فنانين تقنيين منتجين مخرجين ندوا وعبروا عن الخطر ليمثلوا قرار كما هذا لكن دون جدوى. الحديث في الموضوع نتصل بالمخرج والمنتج اسامه راعي اللي راه حاضر معنا على المباشر. اهلا اسامه، مرحبا بك. مرحبا شوقي وشكرا على الاستضافه. ميرسي. بلا مزيه اسامه، بلا ما نلفوا حول الموضوع من الاخر، نهايه الفداتيك هي اللي راح تكون سبب في موت السينما الجزائريه، ولا القرار هذا ما راهو غير تحصيل حاصل ويظهر مدى ضعف الاراده في وضع سياسه ثقافيه قويه في الجزائر؟ هو الاثنين، هو دليل على يا إما غياب سياسة ثقافية يا إما وجود استراتيجية ولا سياسة ثقافية اللي غلطة، يعني بنية على معطيات غلطة وتعطيك أوتوماتيكمون نتائج غلطة. الحقيقة أنه إلغاء الدعم على السينما هي سابقة، يعني في ما نقولش غير في الجزائر، حتى في العالم، يعني لأنه أغلب دول العالم عندها دعم عمومي تاع السينما. هذه حاجة لازم تكون واضحة يعني لدى الجميع، بما فيها أكبر والله أكثر الدول رأسمالية كما الولايات المتحدة، والله وين الرأسمالية المتوحشة، وين نتخيلوا إحنا أنه أشكال الدعم العمومي سواء للسينما أو للقطاعات الأخرى ما كانش. في الحقيقة أن السينما عندها آليات للدعم العمومي والخاص حتى في بلد مثل الولايات المتحدة وأغلب الدول المتقدمة والرأسمالية. إذا هضرنا على الجزائر، منذ إنشاء يعني صندوق الفداتيك في 68 إلى اليوم حتى 2021 جامي تلغى صندوق دعم السينما.
رغم طبعا الازمات اللي عقبت على البلد، رغم الازمه الاقتصاديه تاع نهايه الثمانينات، رغم الازمه الامنيه في التسعينات، رغم كل هذه المشاكل جامي يعني تلغى ولا فكرت حكومه انها تلغي يعني الدعم على السينما، لان معروف يعني هذه كشغل منطقي وبديهي في كل انحاء العالم ان السينما فن، والسينما والفن والثقافه هي خدمه عموميه تقدم للمواطن. ف والسينما بالذات ربما وش ميزة على الفنون الاخرى انها فن مكلف جدا، يعني يحتاج الى ميزانيات ضخمه، فهو دائما كانت السينما تحتاج الى الدعم العمومي، ما يمكنش تحت اي ظرف ولا تحت اي فكره ولا تحت اي حجه انه نلغيو يعني الدعم العمومي للسينما. ممكن طبعا اكيد ممكن نتحدثوا على يعني اصلاح، ربما اصلاح المنظومه، اصلاح منظومه الدعم، الرفع من مستوى الافلام اللي تدعم، المزيد من الشفافيه في الصندوق. هذه كلها طبعا اشكاليات احنا كلنا نتفقوا عليها، وحتى احنا كسينمائيين كنا نهضروا عليهم، يعني مش غير مش فقط من طرف يعني المسؤولين ولا من طرف الوزاره ولا الحكومه، حتى احنا كنا نطالبوا بهذه الاصلاحات، وانه تكون في شفافيه اكثر، وانه الدعم يروح فقط اللي يستاهلوا، وانه نتائج تاع الدعم تكون يعني افلام اللي في المستوى اللي مقبوله. هذه طبعا كلها قابله للنقاش، لكن ما يمكنش نتحدث ابدا عن حل يسمى إلغاء كل للصندوق. طبعا إذا سمحت ناظر ربما شوية شوقي على أصلا الباكراوند، يعني الخلفية أصلا تاع القرار هذا، هي كانت مسيرة إذا صح التعبير، يعني هو الكلام على التخفيض أو الرفع من الدعم العمومي للسينما بدا من الأزمة المالية، أزمة البترول في 2014. من هذيك بدينا نسمع خطاب معين من الوزارة ومن المسؤولين أنه لازم العاملين في السينما وأن المنتجين يخفضوا يعني الاعتماد على الدعم العمومي وعلى الدولة، وأنهم لازم يعتمدوا على أنفسهم، وأن القطاع الخاص لازم يدخل يعني في الإنتاج الأفلام وإنتاج السينما وفي الإنتاج الثقافي إلى آخره. طبعا كانت هناك محاولة، كانت دائما هناك محاولة باش السينما في بلاص ما كانت يعني قطاع ريعي إذا صح التعبير اللي يدي فقط والله يستهلك يعني الريع، يصبح كذلك منتج عموم. يعني الخطاب كان يتمحور حول هذه النقطة. المشكلة أن الحل راح في الاتجاه الخطأ، يعني لأنه أكيد نحن كذلك ندعو إلى أن السينما تولي تدخل يعني أموال البلد والخزينة العمومية، لكن الحل ليس في كما يتخيل يعني للأسف بعض المسؤولين، أن يمكن أنه نقول للمنتجين ولا الخواص روحوا انتجوا أفلامكم وحدكم، ثم روحوا وزعوا هذه الأفلام في القاعات، ومع تنتظروا أنكم يعني ترجعوا رأس مال ولا الفائدة من الأفلام هذه عن طريق القاعات وعن طريق تذاكر السينما. طبعا هذا الكونسبت للأسف كونسبت وهمي، يعني ما عندوش وجود في كل أنحاء العالم، ولا في أغلب دول العالم. في أغلب دول العالم السينما تعتمد على الدعم سواء عمومي أو خاص. السينما هذيك اللي ندخلوها احنا اللي تعتمد على التذكرة باش ترجع حقوق الإنتاج هي استثناء في العالم وليس العكس. يعني ممكن نهضروا على السوق الهوليوودية، ممكن شوية السوق الهندية، ممكن نيجيريا، يعني استثناءات في العالم، لكن أغلب دول بما فيها أكثر دول تطوراً في أوروبا مثلاً، السينما فيها خاصة السينما المحلية تعتمد على الدعم للسبب اللي قلته قبيل، أنها يعني قطاع مكلف جداً. طبعاً نضيف إلى هذا انعدام القاعات عندنا، طبعاً هذا راح يضاعف الإشكال ويبعدنا أصلاً على الفكرة هذه أنه يمكن
انه نتحصلوا على مداخل محترمه ولا معتبره عن طريق القاعات. لكن حتى الفكره يعني باش ربما نكون دقيق، حتى فكره انه غدوه لو كان يكون عندنا قاعات بعدد كافي، لو كان نرجعوا مثلا لعدد القاعات اللي كان عندنا عشيه الاستقلال اللي هو حوالي 470 قاعه، حتى ولو رجعنا العدد هذاك من القاعات تبقى السينما بعيده عن انه يمكن بسهوله كل الافلام تعتمد على التذكره لعده اسباب. الحقيقه موضوع طويل شويه، ببساطه نشوفوا فقط امثله اخرى باش نفهموا. يعني اذا اخذنا المثال تاع فرنسا، فرنسا من البلدان الاكثر انتاجا سينمائيا في العالم، عندها حوالي تقريبا 300 فيلم في السنه، 300 فيلم طويل في السنه. اغلب الافلام الفرنسيه هذه هي افلام تعتمد على الدعم العمومي او الخاص، الجزئي ولا الكلي، المهم تعتمد على الدعم، يعني ما تعتمدش على التيكي. السؤال الان كيفاش يمكن، مادام قلت انه هذه الفكره وهميه هذه تاع التذاكر وكذا، الو كيفاش يمكن، هذه ربما جواب المسؤولين اللي حبوا يرجعوا السينما مربحه وتدخل اموال الى اخره، كيفاش يمكن مش عن التذكره، عن طريق امور اخرى. اولا عن طريق توزيع الافلام الاجنبيه، وهنا طبعا راح نرجع لقضيه القاعات، لازم يكون عندنا عدد محترم من القاعات باش يكونوا عندنا موزعين يتشجعوا ناس يستثمروا في التوزيع، وهذو ما همش راحين يوزعوا افلام جزائريه باش يديروا ارباح مثل ما هو موجود في كل انحاء العالم، راحين يوزعوا افلام هوليووديه اللي عندها القدره على جذب المشاهد للقاعات وعلى ملء القاعات، هذه راح تدير مداخل محترمه. يمكن احنا نستغلوا هذه الحركيه ونديو نسبه من التذاكر ونوجهوها الى دعم السينما الوطنيه والمحليه، كما موجود في، نولي المثال تاع فرنسا اللي هي 10% من مداخل التذاكر يروح لدعم السينما الوطنيه. مثال اخر يمكن نهضروا على فتح المجال للانتاجات الاجنبيه، وهذه الغريب شوقي انها مذكوره في البرنامج تاع الحكومه، يعني تاع اعتقد تاع السنه هذه وحتى السنه اللي فاتت، انه الترويج للجزائر كوجهه لتصوير الافلام الاجنبيه. هذا كلام جميل وحق، يعني نظريا هو كلام جيد وصحيح، يمكن ان تكون مصدر جيد جدا للعمله الصعبه. اسمح لي، ماشي نسمع فيك شوقي، هكذا تسمع فيا؟ ربما عندي مشكل معك. اوكي تسمع فيا. مادامك فتحت القوس، صحيح هو انه كما يقول لك نيمبورت كل واحد يخرج برا يشد الطريق في الجزائر يشوف باللي كاين بوتنسيال كبير من باب السينماتوغرافيا، خاطر تكون تمشي في طريق الجزائر راك تشوف لي بيزاج كيما تاع تكساس وتشوف لي بيزاج كيما تاع لوروب وتشوف 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 وتشوف. عندنا المثال جارتنا في المغرب كيفاش حولوا جزء من الصحراء الى مدينه سينمائيه على مدى 30 40 سنه. وي، وعندنا مشاريع كيما المدينه السينمائيه تاع بسكره، كاين مشاريع، بس هذا كامل لحد الساعه راهو هضره برك، ما كان حتى حاجه اللي تقدر قال بدايه تاع انشاء تاع حاجه اللي منا على 10 سنين حتعطينا نتيجه. علاش ما زلنا هكذا غير في الهضره؟ علاش انا ندورو غير في الهضره اسامه؟ علاش ما نلحقوش للواقع؟ للاسف، لانه انا اعتقد انه ما كانش اراده سياسيه كافيه. يعني علاش؟ لانه لازم نفهموا، لازم انا نظن حتى المسؤولين لازم يفهموا ان قطاع مثل السينما هو ليس فقط تخصص ولا اراده وزاره الثقافه. يعني حتى نحن نفترضوا انه اوكي كاين اراده على مستوى وزاره الثقافه انه تكون في مثلا ترويج لفتح الانتاجات الاجنبيه وكذا. المشكل ان السينما قطاع تتداخل فيه الكثير من القطاعات، يعني انت راك تهضر على وزاره الماليه، راك تهضر على الجمارك، راك تهضر على وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، الى اخر، يعني عشرات القطاعات، وزاره السياحه، الوزاره الخارجيه، هذه كلها تدخل في الموضوع. لازم كلها تكون عندها اراده، يكون كلها عندها تنسيق بيناتها باش ينجح شيء مثل هذا.
لانه شيء صعب جدا انه نهضروا على ترويج الانتاجات الاجنبيه في ظل الذهنيه المنتشره حاليا. شيء كما هذا يحتاج الى تغيير جذري في الذهنيات نتاع المسؤولين على مستوى الكثير من القطاعات والكثير من المستويات، يعني من اكبر مسؤول الى ابسط مسؤول. لانه ما يكفيش انه مسؤول ما اسمح لي الصوت راح شوقية مرة ثانية. اسمح لي أمثلة الذهنية هذه اللي لازم تغيير، أمثلة أن أو دو زيكزامبل بالبابل تاع الذهنية، باسكو نضلوا نقولوا ذهنية عقلية ذهنية عقلية. أعطينا أنت أوتون كو بروفيسيونيل دو تخوا في ماركون اللي ما يخليوناش نافونسي. الحساسية الموجودة مثلا هي الإشكال. بون كي نهضروا على الانتاجات الاجنبيه رانا نهضروا على اجانب يجيو للجزائر، وهنا راح نهضروا على السياحه وعلى التعامل مع الاجانب. فحاليا الذهنيه الموجوده ماهيش ذهنيه تاع استقبال الاجنبي ولا الترحيب بالاجنبي على المستوى الرسمي اتحدث، يعني ولا على فتح المجال الاجانب. ما زالت كاينه حساسيه من الاجانب، ما زالت كاينه نوع من التوجس ولا ترقب ولا شيء حساسية نقدر نسميها من كل ما هو أجنبي. ما زال كاين مشكلة تاع تأشيرة، يعني تتحس ما زال رانا تحت تأثير فترة التسعينات إلى اليوم. فهذه الإشكالية لازم تتنحى، هذه الذهنية لازم تتنحى، لكن ليس فقط على مستوى المسؤولين الكبار. لأنه أحياناً صحيح تسمع مثلاً رئيس حكومة ولا وزير ثقافة والله يقول لك نحن نرحب وكذا، لكن المسؤولين على مستويات أدنى اللي هما الصح اللي هما راح تتعامل معهم في الميدان تلقى ما زالت للأسف الذهنيات القديمة موجودة. هذه من جهة. من جهة أخرى حتى نهضروا على ذهنية تعامل المسؤول بصفة عامة مع الكاميرا ككاميرا يعني ومع التصوير، كاين حساسية كذلك من الكاميرا بغض النظر أجنبي أو لا، يعني حتى جزائري كاين هذيك الحساسية دائما تاع الكاميرا، وكاين الإشكال هذيك تاع لوتوريزاسيون، وكاين نوع من التضييق. رغم انه طبعا بين قوسين لو كان نفتح قوس هنا الغريب شوقي ان القانون يعني نظريا هو ما فيش مشكل، يعني لو كان نهضروا على قانون السينما مثلا الماده الثامنه منه تهضر على انه مثلا يمكن الهوات وحتى اللي صور شيء مثلا تجاري ماهوش سينمائي يمكن ان يخدم بدون اوتوريزاسيون. هذه موجوده في القانون في الجريده الرسميه، لكن في الواقع شيء من الامر مختلف تماما، يعني راك تعرف يعني الواقع رانا كامل نعرفه. فهذه هي الاشكاليه. انا كانت عندي تجربه كمثال يعني في نهايه هذا العام السابق، وين حاولت ان يعني نعرض مخرج من هوليوود باش يجي يصور، وكان الاهتمام منه على كل حال باش يجي يصور، وكانت فقط رحلة أولية للروبيراج كما نقولوا باش يروح الجانت يصور. يعني مانيش حاب فريمون نحكي التفاصيل يعني تاع الكوارث والمهازل يعني اللي لقيتها في هذه التجربة، لأنه لو كان نحكي أنا متأكد أغلب السينمائيين يا إما راح يهاجروا يا إما راح يبدلوا المهنة يعني للأسف. فنحتاج إلى تغيير جذري في الذهنيات. وأنا نقول أنه الإنتاجات الأجنبية نعم راح تدخل العملة الصعبة وبشكل كبير، والجزائر يمكن يعني تتفوق على كل البلدان المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال، لأنها أضخم، لأنه التنوع الجغرافي تاعها أكبر وأجمل بكثير. يعني أنا دائما نمد مثال، طبعا كان مثال تاع المغرب اللي ربما يعني تجاوزنا بسنوات، أنا دائما نمد مثال كذلك بالأردن. يعني تخيل الأردن هذا البلد صغير جدا عنده الصحراء هذيك تاع البتراء اللي هي ربما 3% تاع جانت عندنا تاع الطاسيلي ولا 5% يعني المساحة تاعها، لكن تشوف الترويج اللي يروجوا للصحراء تاعهم، تشوف التعامل مع الانتاجات الاجنبيه، تشوف الانسنتيفز الانتنس يعني الـ يعني طرق الجذب كما نقولوا، يعني الامتيازات اللي مدوها الانتاجات الاجنبيه باش يجيو يصوروا عندهم. يعني فريمو قدروا يخلقوا من الصحراء تاعهم على بساطتها يعني من حيث المساحه
يعني نقطة جذب للكثير من الإنتاجات الأجنبية، وحاليا نراهم يعني ينافسوا حتى في المغرب اللي يعني عنده لعريق يعني في هذا المجال. في القضية من الواضح أنها قضية إرادة. جميل جدا شوقي الحقيقة، نحب بزاف الأمثلة. المثال تاع المغرب، كان مثال تاع المغرب، وكان مثال تاع الأردن اللي مديته، وكان مثال تاع مصر. مليح ندرسوا الأمثلة هذا باش نفهموا، باش نفهموا وين راه الإشكال قد قد. يعني حاجة اللي تستغربها جدا ربما الكثير يلاحظها، أنه مصر رغم أنها عندها صناعة سينمائية أضخم بكثير من الصناعة المغربية، وأعرق بكثير وأقدم من حيث الحجم، من حيث الإنتاج، من حيث التالنت بول، يعني من حيث الوعاء نتاع المواهب اللي عندها موجود. لأنه ممكن إذا حبيت نديروا حلقة غير على موضوع الإنتاجات الأجنبية، لأنه من أهم النقاط اللي تجذب المنتج الأجنبي هي وعاء، يكون عندك وعاء تاع مواهب كفء ويتحدث اللغة الإنجليزية، لأنه هذا زوج مهمين. مصر عندها كل هذا، لكن لو كانت تلاحظ باللي نادرا وين إنتاج أجنبي يتصور في مصر. لماذا؟ لأنه نفس العوائق البيروقراطية اللي عندنا، نفس العقلية، نفس الذهنية، نفس التوجس، التضييق على دخول الأجانب وكذا. من الجهة المقابلة المغرب ما عندوش الإشكاليات هذو، لذلك استطاع أنه يجذب كل الإنتاجات هذيك، يعني التسهيلات يعني ضخمة جدا. لكن لو كنت لاحظ باللي بالمقابل المغرب ما عندوش صناعة سينمائية تاع وطنية محلية كبيرة. هذا يدل على واش؟ على أنه موضوع الصناعة، أنه يكون عندك عدد معين من الأفلام، عدد كبير، وأنه يدخل والله ما يدخلش من عن طريق القاعات وكذا، هو مختلف عن موضوع جذب الإنتاجات الأجنبية. فالمغرب ما عندوش صناعة، لأنه عنده نفس الإشكال تاعنا تاع القاعات، ما عندوش قاعات. لكن هل يمكن أن نقول أن المغرب يدخلش من السينما؟ الحقيقة يدخل عشرات ملايين الدولارات، يعني يدخل ميزانية ضخمة، لكن دون أن يحذف صندوق الدعم تاعهم، ما زال يمشي، دون أن يتحدث عن يعني هذه الأفكار المغلوطة والوهمية، فتحدث فراح مباشرة الحاجة اللي منطقية ويقدر عليها، اللي هي جذب الإنتاجات الأجنبية، وراه يعني ناجح في هذا المجال. إذا نفهم كلامك باللي أنت من الناس اللي تدافع على وجود الدعم وتمد أمثلة يعني واقعية واضحة على بلدان متقدمة غير متقدمة، وين السينما مطور وغير مطور، على أهمية الدعم للسينما. لكن أنا حبيت نطرح عليك سؤال، نضلوا نحكيوا على السينما وخاطر وكان يروح السينما، وشنو هي أهمية السينما أسامة؟ أهمية السينما هي أولاً هي فن، من حيث يعني نهضروا، إذا هضرنا على أهمية السينما نهضروا أولاً على أهمية الفن يعني في المجتمع. الفن هو جزء من الثقافة، فالبلد اللي ما عندوش إنتاج ثقافي نتاعه، إنتاج فني، هو بلد يعني ما عندوش هوية، يعني مهدد ثقافيا، مهدد الوجود تاعه أصلا مهدد. ديما يمدوا المثال هذاك تاع تشرشل، مانيش متأكد اسكو قالوا والله، لا نفس مثال جميل. يعني تشرشل في الحرب العالمية الثانية أعتقد كنت في حفلة أوبرا ولا شيء من هذا القبيل، فقالوا له مع بعض كل اللي قالوا كيفاش تدير حفلة وإحنا رانا بالحرب وكذا، قال لهم إذا ما نديروش الحفلة هذه علاش رانا نحاربوا يمدا، يعني فإحنا نحاربوا عسكريا باش نحافظوا على الكيان تاعنا، والكيان تاع أمة معينة يكون يعني يتجسد والله يتمظهر عن طريق الفن والثقافة. كي نهضروا على السينما نهضروا على القصص. أي شعب لازم يوثق القصص تاعو، اليوميات تاعو، القضايا تاعو، التراث حتى تاعو، التاريخ تاعو، عن طريق عدة طبعا أمور. كاين الرواية، كاين عدة، كاين المسرح، كاين، وكاين طبعا السينما اللي هي في العصر الحالي من أقوى يعني يعني الوسائط اللي تقدر يعني توثق فيها يعني التاريخ تاعك والثقافة تاعك. طبعا بالإضافة إلى ما نهضروش على قضية التأثير تاع الفن في إنشاء فرد متوازن أصلا، لأنه أنا أعتقد أنه جزء كبير من الإشكاليات
الاخلاقيه والاجتماعيه وكذا اللي رانا نعاني منها والجماليه حتى الذوق الجمالي العام في الفضاء العام الى اخره ناتجه عن عدم وجود الفن في تكوين الفرد الجزائري يعني في الاعلام وفي المدرسه الى اخره. فالإنسان المتكون فنيا المتشبع يعني بالفن اللي يتربى مع الفن والسينما والثقافه والموسيقى والرسم وكذا ماشي شرط يولي فنان، ماشي شرط كل الناس تولي فنانين، لكن أكيد كل الناس تولي متوازنين، تولي تحترم الطبيعة، تولي تحترم الجمال، تولي عندها ذوق، تولي يعني راح تشوف الأثر هذا مباشرة على الفضاء العام بغض النظر عن هذاك المجتمع فقير ولا لا ولا ثري ولا لا. هذه قضية ثانوية، يعني الجانب الجمالي والفني ما يرتبطش فقط بالثراء ولا بالثروة، يعني هو داخل في الثقافة وفي الشخصية تاع الإنسان. لو كان اليوم نعود نحيو السينما والثقافة، يعني شي با باركي الميراكل مين قدروا نحطوا كامل كامل وش يلزم باش نعاودوا من دارة وجديد نبعثوا السينما وثقافة السينما وثقافة السينما الجزائرية والثقافة عامة. لخطر الفضاتيك نعود نذكره بلي ماشي خاص غير بالسينما، خاص أيضا بالمسرح وخاص أيضا بالموسيقى، يعني كل ما لزار للاتر اي لو سينما اي لاندوستري سينماتوغرافيك اي لاتكنيسيتي سينماتوغرافيك يمس بزاف للأمور. إذن لو كان نقوله اليوم رانا خدينا كامل الإجراءات اللازمة باش نحطوا هاد الثقافة في السكة هاد اللازمة، يعني pour aller vers une industrie de la culture، وقتاش في شحال مدة زمن وكان عندنا كلش واجد ده كلش واجد أسامة شغل. تخيل معايا أنت في السينما تسمى الخيال، مش حاجة صعبة عليك، تخيل معايا حطينا كلش القوانين فصلناها العقلية، حطينا ناس اللي عندهم العقلية اللي يلزم وانطلقنا في المسار هذا تاع إعادة بعث الحياة الثقافية وإعادة بعث الثقافة la culture avec un grand C ouf ou béha bien sûr cinéma puisque c'est l'un des plus importants médias في ظرف زمني شحال واش من ظرف زمني يلزمنا باش نشوفوا المجتمع تاعنا يتغير يولي متفتح اكثر يولي يقبل الراي الاخر يسمع للراي الاخر شحال يلزمنا فتره زمنيه كلش واجد هو الحق شوقي هذا جوبونس يجاوبون عليه اكثر علماء الاجتماع والله علماء النفس اللي عندهم خبره في موضوع التغيير يعني في المجتمعات، يعني لانه فريمون صح موضوع التغيير من اعقد المواضيع اللي تناولها يعني علم الاجتماع وعلم النفس، واعتقد كل اللي درسوا الموضوع هذا متفقين على انه ياخذ وقت يعني للاسف باش تغير، خاصه اذا هضرت على مجتمع كامل يعني امه كامله. ونزيد لها ان الجزائر بلاد كبيره فريمون وفيها ذهنيات وعقليات وكذا، فهذه كلها يعني تحديات اللي راح تزيد اعتقد من مده. هو دائما احنا نهضروا على جيل، يعني اذا باسكو بون انت قلت نرجعوا السينما وكذا، لكن قبل ذلك لانه ماشي غير فقط السينما اللي هي الانتاج السينمائي ولا المسرحي ولا الفني اللي هو تحسين الحاصل، لكن كذلك التكوين الفني للمجتمع اللي هو يبدا من المدرسه. فاذا هضرنا على انه لازم نديروا خطه انه نخلقوا ثقافه جديده، نخلقوا جيل جديد اللي عنده توازن، اللي عنده تقبل رأي آخر، اللي عنده فكر يعني منطقي، فكر متسامح، فكر نقدر نقوله حداثي، عادة احنا نهضروا على جيل بصفة عامة، نهضروا على جيل تاع 30 سنة، يقولوا هكذا، يقولوا انه الجيل هو 30 الى 33 سنة، لكن هذا لا يعني انه ما نبداوش، يعني لانه كذلك من جهه اخرى نشوفوا باللي وسائل الان وسائل التكنولوجيه وسائل التواصل الى اخره تقدر كذلك تاثر وتغير في 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 ظرف اكبر بسبب يعني القوه تاعها. وحتى اذا هضرنا على الاجيال الجديده تتاثر كثير يعني بوسائل التواصل، فاذا كانت خطه يعني كلها يعني تاع مجتمع تاع دوله
أنه تتغير. أنا أعتقد أنه يمكن التغيير يظهر أسرع وعلى مدى أقل، نقدر نقوله 5 إلى يعني على مدى متوسط اللي هو 5 إلى ربما 10 سنوات، لأن تشوفوا إحنا كيفاش أحيانا الإرادة السياسية تقدر تغير الأمور. عندك مثال جميل جدا اللي هو السعودية مثلا، اللي هي كانت من أكثر المجتمعات محافظة، باش ما نستعملش يعني مصطلح آخر، روح تشوف الآن التغيير الجذري اللي راه يصرى في ظرف 5 سنوات فقط. يعني هما بداوا كل هذا رؤية 2030 وكذا بداوا أعتقد في 2017، راه كاين تغيير جذري يعني على مستوى المجتمع. فأعتقد إذا كان يعني الإرادة موجودة أعتقد يمكن يكون فيها تغيير. شكرا أسامة اللي لبيت الدعوة تاعنا وحضرت معنا. نعطيك كلمة ختام، تحب تزيد كاش حاجة؟ والله لأن نقول فقط أن إذا حبينا حلول وإذا حبينا اقتراحات وإذا حبينا ندرسوا إشكاليات تاع قطاع، ما لازم نعتمدوا على المهنيين والمحترفين تاع القطاع هذا. الإشكال اللي موجود شوقعنا عندنا في الجزائر أن اللي يهضر عادة واللي يقترح حلول ما همش سينمائيين ولا هم المهنيين. المهنيين في غالب الأحيان مغيبين يعني عن الساحة. احنا نشوفوا يا إما بيروقراطيين ولا سياسيين يقترحوا حلول، يا إما مع كل طبعا احترام الجميع إعلاميين أحيانا يقترحوا مثلا حلول. ف واش يصرى انه المسؤولين يسمعوا المقترحات هذوك مع بالش في البلاطوهات والله فيروحوا يطبقوهم. فانا نتمنى حقا يعني انه نسمعوا المهنيين لانهم هما اللي يعرفوا المجال تاعهم. المهنيين ولا السينمائيين ما همش كما يتصور البعض والله يحب يصور انهم فقط يحوسوا على الريع ويحوسوا على التورطة، يعني جزء من التورطة. أنا لا أنفي طبعا وجود هذه الظاهرة، أنا لا أنفي وجود بعض الناس اللي فكروا هكذا، لكن بصفة عامة الأغلبية نقدر نقول المهنيين يحوسوا كذلك أنهم ينشطوا القطاع تاعهم، يحوسوا أن القطاع تاعهم يساهموا في الاقتصاد الوطني عن طريق الفن وعن طريق السينما. فقط نسمعوا الاقتراحات واقعية مبنية على دراسات، مبنيه على وقائع، مبنيه على ميكانيزمات الموجوده للقطاع الاقتصادي هذا في العالم، وليس على افكار للاسف في كثير من الاحيان يعني وهميه والله مغلوطه. شكرا اسامه راعي على المشاركه تاعك، شكرا ل يعني فتحت لنا ربما عينينا على امور ما شفناهاش لحد الساعه هذه وما ردينا لهاش البال. نتمنى نعاودوا نتلاقاو بك في حصه واحده اخرى، في موعد واحد اخر، ومعاك ومع زملاء واحد اخرين من السينما، نحكوا على هذا الموضوع هذا تاع الصناعه السينماتوغرافيه في الجزائر والسينما عامه في الجزائر والاهميه تاعها. صحه صيامك، صحه رمضان، ملاقات الخير ان شاء الله. شكرا وسام، صحه رمضان لك وصحه طارق. الله يسلمك، تاع الاخر. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا في الحصة هذه، أول حصة، أول بث لحصة، حصتكم ديما معكم اللي ترجع لكم بصفة دورية واللي نتناولوا فيها الأخبار، الأحداث والهدات اللي نداروا واللي يشدوا انتباهنا هنا، انتباه زملاء واحد أخرين، انتباه المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. من هذاك الحين هذا كان نتمنى لكم صيام مقبول خوتي، وإن شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير وتهلاو في روحكم، تلقاو على خير.